13 فبراير 2020 في حلقة اليوم من شمس البحرين راح نسترجع معاكم ذكريات وأعمال المونولوجيست باسط البوسطة. راح نتعرف على شاب تعلم وأتقن مهارة خفة اليد بالإضافة لمشروع بحريني مميز راح نتعرف عليه في حلقة اليوم. بس أول شيء خلنا نشوف الومضة شو تقول اليوم. الومضة اللي جهز لكم فريق الإعداد تقول البساطة أن تكون مختلفاً بشكل جميل. حلوة الومضة وحلو الكوفي اللي عبت اليمينة. كوفي على زعفران شف. ايش رايك في الخلطة؟ تحس في الكوفي ما عنديش مالك بالكوفي؟ يعني اوكي عادي الاسبريسو. كيف الحال؟ بخير شو الاخبار؟ الحمد لله. اليوم ستريت فود. اليوم حنعمل ستريت فود اللي هي صايره شيء يعني مطلوبه كثير. اوكي حكم الناس وتوقيتها وعملها صارت الناس تروح على اكثر على الستريت فود. اليوم اكلتنا من مطبخ بليتد. من مطبخ بليتد. اي حلو. حنعمل تاكو روبيان. تاكو روبيان تمام. شو مقاديرنا؟ مقاديرنا في عندنا الكرنب الابيض، الكرنب الاحمر، الايسبرغ، توميتو، الكورن، الهالبينو، روبيان، وخلطة البيوري أفوكادو. أفوكادو مو الجواكامولي بس بيوري له خلطة خاصة. أوكي. وعنا الصوص الخاصة متكونة من أعشاب وكريمة وفيها كذا فليفر يعني بيعجب إن شاء الله. حلو إن شاء الله. وخبز التورتيلا. ممتاز. سهلة الطبخة اليوم شيف؟ سهلة ستريت سريعة. حلو. وما فيها مضرة بالعكس صحية يعني ستريت وصحية. اوكي حلو. نبلش نعمل السلطة. قبل أول شيء نجهزها. حنخلط المقادير مع بعض. الكرنب الأبيض. تطور ستريت فود كثير كثير. ايه كثير مطاعم اليوم اتجهت. احنا في مجالنا اول ما بلشنا كنا ضد الستريت فود والله، وكنا بننصح الناس ما تروح على الستريت فود. بس الناس محتاجه الستريت فود، قلنا ليش نطور احنا الستريت فود ونعمل شيء هيلثي ونعمل صح لانه يعني مطلوب والناس ما عندها وقت. الستريت فود عاده ما يكون ثقيل ودهن وايد. بالضبط. هذا لما تخلق في امريكا. بلش في امريكا الستريت فود. بس الحمد لله هلأ صايرة في مشاريع كثيرة في البحرين وشباب يعني مسوينها. اوكي. وعاملين كواليتي حلوة وشغل زين يعني. بس انا احب الستريت فود اللي في الشارع يعني. يكون طعمها احلى بس ما اعرف بعدين ايش بيصير. اكل الشارع على طول حلو. حط زيت زيتون. على طول نشتغل بالاكسترا فيرجن اوليف اويل. في زيت مكرر وفي كذا. صح. عصير الليمون. ناخذ منه شويه روبيان. ملح وفلفل. ملح وفلفل. ممكن اي صوص نستخدم شيف اذا مثل صوص هذه صوص للتوبينج وهذه البيز. اوكي. البيز الافوكادو ضروري يمشي مع الروبيان. مع الروبيان ويعمل يعني الكومبوزيشن تكون حلوه. اوكي. ويعطي يعني فايدة للجسم. أكيد الأفوكادو مفيد. الأفوكادو وفي بوكو أنا مخترع كذا صوص. تخترع صوصات. لا لازم. عندنا السلمون مع المانجو ساور كريم. أوه. اكتشفت أنا لما شفت الناس بتحب المانجو كثير هنا. صح. حتى اليوغرت فيه بيطلع كثير مانجو. قلت ليش ما بمشيها؟ جربتها مع السلمون. بالضبط دخلناه على الستريت فود حتى. يعني تحصل سالمون في الستريت فود. سالمون سكيورز مع المانجو مع البوتيتو. لا تطور وايد الستريت فود صح.
اذا هذه اول خطوه نسويها اليوم. اول خطوه نسويها وبعدين بنرجع نطبخ البراون. حلو. ونعمل كومبوزيشن تاع التاكوس. خلاص اذا من المطبخ انا راح انتقل معاكم لقناه بحرين الاول اللي راح نسترجع من خلالها ذكريات حلوه رددنا فيها كلمات لاغاني يمكن حفظناها ولامست مشاعرنا، وايضا ذكريات لعروض فنيه ومسرحيه قدمها لنا المونولوجيست باسط البوسطة وكان يمكن وقتها في عمر صغير. خلونا نشوف هذه التقرير وراجعين مع التفاصيل. يعني من التقرير الى الاستوديو معنا اليوم المونولوجيست باسط البوسطه، حياك الله. صباح الخير. صباح الخير. انا تاثرت وانا اشوف الفيديو، انا بعرف انت شنو كان شعورك وانت تشوف الفيديو. الله يعافيك، حياك الله. مشكور، شكرا جزيلا. يعني ما اعرف شنو كانت تمثل لك هذه التجربه، وقفت على المسرح وقلت لي يمكن اخر او بديت اصغر من 10 سنوات، يعني ذيك الفتره كنت التلفزيون ما كان منتشر نفس اليوم. نبي نتذكر وياك ذيك الايام. ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الحين شفت انا انا مو مصدق. مو مصدق. انت قلت لي نسيت انك كنت تغني. اي والله نسيت. جت فتره يعني لما وقفت، انا وقفت تقريبا في عمر 16 17 سنه. نعم. الحين لما ردوا مع بحرين الأول في قناة البحرين الأول تذكرت أن أنا كنت أغني يعني. شون كان الشعور وقتها في عمر صغير وأنا صغير يعني كنت تطلع على التلفزيون؟ والله تصدق أن الحين أنا الرهبة أكثر من قبل. يعني قبل يوم كنت صغير نعم. ما عادي يعني صح. الحين صارت الرهبة أكثر. الرهبة أكثر، الاستوديو يخوف بعد. زين الأغاني شلون كنت تحفظهم يعني في هالعمر، ولا هي كانت مثلا أغاني موجودة ومسموعة ولا لا كانت لا لا. تكتب؟ إي هاي كان المرحوم أخوي الله يرحمه. الله يرحمه. محمد البوسطة. نعم. هو كان يألفها ويلحنها. ويعطيني إياها أحفظها طبعا، أحفظها بسرعة بعد ما. بسرعة. إي بسرعة إي. زين دخولك شلون كان؟ من اللي يمكن ساعدك؟ من اكيد في ناس ساعدتك ودعمتك في ذيك الفتره، يمكن تعلمت منها ايضا.
طبعا هو الفضل بعد الله سبحانه وتعالى لاخوي محمد اللي قلت لك اللي نعم. هو اللي البدايات وياه يعني هو اللي رتب هو اللي رتب الامور يالف ولحن غير انه بعد ممكن اتذكر المرحوم شاعر عبد الرحمن الرفيع نعم. سوى لي بعد اللي هو منيلوج ما شاء الله من المنيلوجات اللي احبها هذا عبد الرحمن الرفيع والله وايد بس المشكله من السبعينات الى يعني عمر اي والله شنو الاعمال اللي حسيتها كانت قريبه منك ماري اذا يمكن مرت في التقرير اللي شفناه ولا لا هي هاي اثر فيك اي غرسيني صيني هذه هي البدايه البدايه هي اول اغنيه بس القريبين مني على ما قلت ولا احبهم كانت الكوره مدوره اللي هي كوكو يسمونها كوكو والثانية اللي هو ألفها المرحوم عبد الرحمن رفيع اللي هي صفاقة جيجا البابا صفاقة على مسرح بعد غنيتها خلينا ننتقل عن المواقف اللي يمكن كانت تصير يعني كنت أتكلم معاك قبل الهواء أن اليوم يعني الإعلام تطور التكنولوجيا موجودة يمكن قبل كنتوا تعبون عشان تصورون يمكن شيء مدته دقيقتين ثلاث دقائق خلينا نتذكر ويا بعض ديش الأيام مواقف مريت فيها إذا تنسيت أنك تغني أخاف صعب تتذكر مواقف يعني مريت فيها وعمرك صغير يعني ما شاء الله طبعاً هو أنا حتى التلفزيون استغربت الحين يعني بهالحجم مواقف أنا من المواقف يمكن أتذكر في حفلة في مصر أعتقد في مصر أنا كنت متعود على جمهور الخليج يعني صح بس في مصر تعرف يعني شيء جديد ورهبة أنا مدة المنيلوج اللي أقدمه فوق المسرح بين ثلاث دقائق إلى أربع دقائق يعني بالموسيقى بالهذا بنقول خمس دقائق أتذكر في حفلة من حفلات مصر المفروض هي خمس دقائق هم يقولون الموسيقيين يعزفون وأنا مو قادر أقول يعني قاعد أطالع بس في من في الجمهور الجمهور ضخم و إلين ما قرب علي اللي هو المايسترو نفسه قال لي ما تقول يا باشا فيمكن من هاي من المواقف يعني والله مواقف وايد بس تعرف العمر يعني كانت لك مشاركات أيضا خارج غنيت في الخليج تقريبا في الكويت في الإمارات أبو ظبي آخر الكويت طبعا وايد طلعت فيها الكويت سجلت عندهم بعد في التلفزيون أبو ظبي بعد سجلت عندهم في التلفزيون حق دورات الخليج يمكن ست إلى سبع دورات خليج غنيت فيهم يعني كلها عن الكرة زين هذه كلها صار عقب ما طلعت على تلفزيون البحرين إيه يعني بديت من هني وبعدين هو البداية أول تسجيل تلفزيون كان في تلفزيون الكويت لأنه ما كان عندنا تلفزيون كان أبيض وأسود في الكويت أغنية واحدة أتذكر بعد بإيقاعات بدون موسيقى شيء هاي دورة الخليج أظن الثالثة كنا الثالثة ما شاء الله وبعدين البحرين تلفزيون البحرين ما قصروا الصراحة يمكن تقريبا 80-90% كله في تلفزيون البحرين سجلتهم ما شاء الله يعني أنا قاعد أشوف الحين اللقطات مع بعض يمكن أستاذ واسط اليوم الشهرة سريعة اليوم سوشيال ميديا الواحد ممكن يكون مشهور يتابعونه الملايين بس هذيك الأيام ما كان عندنا إلا هالتلفزيون اللي العالم كلها تجمع بتشوفك نعم فالشهرة في ذيك الأيام في عمر صغير نظرات الناس لك شو تتذكر منها شنو أضافت لك شلون كنت تعيش حياتك عادية ولا كنت ضايع عادية كلش عادية ولا أتذكر إني مشهور أصلاً الحين انشهرت أكثر من قبل لما فتحوا قناة البحرين الأول وقاموا خلون يعني المنيلوجات وذا أنا قلت لك أنا نسيت إنك أنت غني بعد يعني قبل عادي يعني حياة طفولة يعني مثل ما تقول ما أعرف للشهرة شنو شهرة ما شهرة زين اللحظة الأولى اللي شفت فيها روحك هل كانت بالصدفة ولا أحد قال لك ولا أحد أرسل لك مقطع أبي شعورك وقتها شنو كان لما قناة البحرين الأول والله عالم أرسلوا لي أكو فاتحين قناة في البحرين اسمها قناة البحرين الأول ويحطونك في التلفزيون ويرسلون لي المقاطع رجعت بالذاكرة يعني ورجعونا إلى زمن يعني زمن جميل طبعا كان أكيد يعني ايام جميله شو اللي خذك من هالمجال
الرياضة. 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 تحديدا وين الرياضة؟ الرياضة أنا كنت عضو مجلس إدارة في نادي النجمة. نعم. تقريبا أنا من عمر 19 إلى تقريبا 4 سنوات تركت يعني رياضة كرة قدم. أنا كنت رئيس جهاز كرة سلة في نادي النجمة. حبيت الرياضة أكثر. انشغلت بها. الرياضة تأخذ ترى بعد. أكيد أكيد والمسؤولية بعد أكيد بتأخذ. أكيد. بتأخذ وقتك. أوكي أنت نسيت إنك كنت تغني بس نسيت نسيت شلون تغني يعني ممكن نسمع منك شيء اليوم. والله صعب. أنا البارحة قاعد أذاكر. سويت بروفا. خفية ما أتذكرهم يعني تعرف يعني من أيام السبعينات شوي صعب بس إذا تبي بغني مقطع بسيط يعني بس طبعا الصوت يختلف. يلا خلنا بغني مقطع أحبه من نفس اللي قلت لك عنها مألفنها عبد الرحمن رفيع المرحوم عبد الرحمن رفيع وتلحين المرحوم الفنان محمد حسن. أوكي. هي اسمها صفاقة زيج البابا. بما أن أنا أحب المحرق. أوكي. فيها مقطع عن المحرق يقول جدتي جت من المحرق جابت لنا حلوة وبستاق وأخوي حمود ما صدق من فرحة شق ثيابه من فرحة شق تقريبا هذا البحر الأول اليوم يمكن قبل أن أختم هذا اللقاء تحسها كقناة بشكل عام أكيد الزميل عيسى المقهوي يعني قايم بمجهود كبيرة في هذه القناة إيش كثر مهم أن تكون عندنا اليوم قناة نفس قناة بحرين الأول نعم مهم بالعكس رجعونا إلى زمن يعني أنا شهادتي فيها مجروحة طبعا قناة بحرين الأول قبل لا أنسى بعد خلني أشكر بعد اللي هو الأستاذ عيسى المقهوي نعم لا قناة الصراحة هي مو بس أغاني يعني صح. برامج مقابلات الله. مسلسلات فالله يوفقهم إن شاء الله إحنا الصراحة أنا أشوفها مشاهدة يعني القناة الحمد لله وأنتم بعد الله يسلمك أنا أشكر وجودك معنا اليوم صار أنا اللي أشكركم يعني إن شاء الله قدرنا نرجع شيء جميل في حياتك الحمد من خلال لله لا رجعتون رجعتون شيء جميل وايد جميل أتمنى لك إن شاء مشكورين وموفقين إن شاء الله بدر ما قصرتم من بعد هذه اللقاء مشاهدينا راح ننتقل لفقراتنا اليومية مع الزميل علي الحداد نمط الشارع خلنا نشوف شنو سؤال اليوم مرحبا نبض الشارع اليوم عن الناس اللي تتحندى وتقول اوف ما في مكان نطلع اشوفهم اليوم طالعين والفعاليات زايده في البحرين خلينا نشوف نبض الشارع وراي الناس في ناس اللي تنتقد وتقول اوف اوف وما تبحث عن المتعه والاماكن اللي تسبب الفرح في مملكه البحرين خلينا نشوف نبض الشارع لا انا صراحه لاحظت ان البحرين زادت الاكتيفيتيز فيها خصوصا حين حزت الشتاء ولا يعجبني ان يعني حتى الفستيفال اليوم انه صاير كنا نفس ستريت ستايل فستيفال خصوصا في الشتاء تشوف الناس الحين تطلع بعكس الصيف اللي كانوا مسافرون يشردون من الحر وغيره بس في الشتاء تشوف ما شاء الله في واحنا في الطريق شفنا هذه الفعاليه وفي عند السيف فعاليتين فنحارس نشوف ايش بصير ايش تقول حق الناس اللي يتابعونك يتابعوني انا حياكم حياكم لا والله فيها فعاليات حلوه وايد شوي لا بالعكس يسوون فعاليات كل فتره وفتره يعني نشوف فعاليه هني وفي محرق بالعكس شيء يعني يونس والحمد لله يعني شو تقول حق الناس اللي دائما تنتقد تقول ما في فعاليات انا اقول لهم في فعاليات طلعوا من بيتكم يعني وايد فعاليات في البحرين وايد 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 اجواء حلوه وكل مكان فيه فعاليات شو تقول حق الناس اللي دائما تنتقد تقول اوف ملل وين نروح وش نسوي لا وايد اماكن وين تروح كل هالاماكن وين تروح اماكن وايد حلوه وما شاء الله كل فعاليه اكثر واحسن من الثانيه والله المكان حلو وانصحهم يعني يجون شو تقول حق الناس اللي دائما تتحندى وتقول ملل ما في اماكن نروح في البحرين لا في اماكن حلوه شو تقول لهم وجههم رساله نتمنى ان يجون يعني وان شاء الله ايه يعني سمعت بهالفنس قلت بوي اجربه شو تقول حق الناس دائما تنتقد وتحندد تقول ما في مكان نطلع ما في مكان نروح ما تشوفون يعني بحر البحرين فيها وايد اشياء واجي لهم رساله طلعوا والله يا ويا رفيجتي يعني هي اللي قالت لي المكان ذي شو المكان وايد حلو يعني احس انه حسن في ان الناس ما تعرفه يعني او انه ما عندهم خلفيه عنه لا والله احنا نحصل مكان نروحه دائما اذا نبي نروح شو رايك في الاماكن في البحرين قاعدين يتطوروا الحمد لله رب العالمين شو الناس يتحدون يقولوا اوف ملل ما في اماكن
ما يعرفون يدورون. اي حلو المكان. ما تحندين؟ لا لا ما تحند، انا كلها اطلع. شو تقول حق الناس اللي تحند دائما؟ خلي يطلعون يشوفوا الاماكن. لا احنا نطلع على طول، يعني نعرف وين نروح. شو تقول حق الناس اللي دائما تقول اوف اوف؟ يعني خلي يجربون اماكن جديده، يدورون شويه، اكيد في اماكن. ايش فعاليات البحرين؟ وايد اوكي، متطورين هالفتره يعني. والله يعتمد، يعني احس كذي نوعا ما مزاجيه. زين، ايش رايك في فعاليات البحرين؟ والله صدق تغيرت يعني هالفتره الاخيره، صاروا وايد يهتمون يعني. صاروا ترندي؟ اي. شو تقول حق الناس اللي دائما تنتقد تقول ما في مكان نروح؟ حاولوا تستكشفون شوي. شكرا علي الحداد، يعطيك العافيه. رجعنا المطبخ. شيف، احنا سوينا اول مرحله سلطه، جهزناها بتخليها في المارينيشن شويه، لانه الكرنب الاحمر والكرنب الابيض شويه يابس، عشان لما تخليه في المارينيشن صح. اكثر بعدين يصير سوفت. الحين بنقلي الربيان. المرحله الثانيه حنمر للربيان، نطبخ سوتيه قليل زيت مو كثير. ايش معنى شيف التاكوز دائما يكون حامض باللومي؟ هل لأن عادة يكون سي فود؟ لا لا ولا ما له علاقة؟ مو لا لا ما له علاقة، هو الكرييشن بتاع الأكلة في حد ذاتها بلشت يفا، مو ممكن تستغنى على الحامض. السلطة لازم يكون فيها ليمون اوكي، عشان هيك تلاقيها حامض. الجواكامولي لازم يكون فيها ليمون صح، عشان الافوكادو التيست، وكمان الليمون يحافظ على تكون خضرة لمدة صح. طويلة شوي، لأنه يعني الافوكادو لما بس تشتغل شوي تصير سودة على السريع. قبل فترة ذكرت كلت كمان تاكوس كان روفش، بس ما أدري أي نوع من أنواع السمك. روفش؟ إي والله كان أوكي. إي هو الرو واحد بس لازم يميك شور إنه يكون فريش بس. الأفوكادو فيها سر صغير إنه يعني لما تطحنها بتخليها تدوم أكثر. أي. ترجع الهارت القلب اللي موجود في الأفوكادو، البذرة في حد ذاتها. ترجعها مع الميكس تخليها فتتم اخضر، تظلونها اخضر لمده اطول. والله اي تظل لسه لانه تتغذى من الهارت هذيك موجود. انا شوف من كثر ما احب الافوكادو زرعته مره، اخذت القلب زرعته والله طلعت النبته، تمت معي سنه بعدين استسلمت، فقالوا لي انه مستحيل تنزرع في أجواءنا نحن في البحرين. أجواءنا نحن هنا ما صعب. عشان هيك تلاقي الفاكهة في سريلانكا غير البحرين، غير إفريقيا، تونس، غير المغرب، غير السودان. أكيد على الجو، على التربة، على كل بلد حتلاقي فيها شوية في أشياء. الكامل اللي يعني بلد تلاقي فيه كل شيء. ما في شيء كامل. طبعا القصه بتاع الروبيان هي اللي تخليه يعمل هيك شكل حلزوني شويه. شو شنو السر؟ نوع القصه. نوع القصه يكون شويه اوكي، يعني في التاكو يكون شكله حلو احسن من تحط حبه كبيره. بالضبط. اي وتيجي تاكل الصوص تروح لازم يكون متميز، حتى طريقه الاكله لازم تكون صح في التاكو. وزي ما حكينا قبل في الروبيان، الروبيان لازم يكون مطبوخ عدل، لكن اوفر كوك يكون يابس. في كثير بلدان في العالم ياكلوه ني. الروبيان؟ اي الروبيان. والله ما جربنا واحدة على الاقل قبل. شوف شكله كيف صاير. السر في القصة. مو كل شيء في الريسيبي يعني. احيانا اليدين شويه. وبس حطينا عليه ملح وفلفل. ملح وفلفل. اوكي. نزيد ملح شويه بس. احنا ايضا اذا في هذه المرحله قاعد نقلي الروبيان، احنا بنرجع لك اكيد شيف بعدين عشان نشوف البرزنتيشن والشكل النهائي وناكل. نطلع مع مشاهدينا فاصل قصير وراجعين، لا تروحون بعيد.
مشاهدينا الخداع البصري هو يمكن نوع من أنواع الفنون الترفيهية واللي دائما تثير فضول الناس. اليوم معاي في الاستوديو شاب بحريني تميز بالخدع البصرية والألعاب الخفية اللي شارك فيها متابعينا عبر السوشيال ميديا. معاي اليوم حسين الشجار. صباح الخير. صباح النور. حياك الله. صحة والعافية. شلونك؟ الحمد لله. طيب. بخير. أنا قلت لك أنا شوي أخاف من ألعاب الخفة. لا أنا السحر لسوي ما يخوف. طبعا أنا سمعت إن حلمك من كنت صغير كنت تبي تلعب خفة. ليش؟ بلى. ليش ياك هذه الشعور؟ طبعا هذا الشغف اللي هو العاب الخفه موجود عند كل الناس. يعني كل الاطفال انت من يشوفون العاب الخفه شوف ينجذبون اليها. صح. لكن هل هذا المعنى انه يدخلون في هذه الالعاب الخفه؟ يمكن ما تصيدهم الفرصه انه يدخلون. عرفت. يمكن كان عندي من الابتدائي هذا الشغف وتطور، لكن بدات فعليا متى؟ لما دخلت الجامعه صار عندي امكانيه، عندي سياره ليسن. أوكي. فبديت ابحث عن هذا اللي يبيعون. طبعا التقيت يعني صديقي شاب خلوق اسمه اسماعيل، اسميه ابو علي. نعم. في السوق الشعبي كان يبيع هذه الالعاب. أوكي. وساعدني في بدايتي لما بعدين بديت اتطور وبديت بعدين اعتمد على روحي، فاقدم له الشكر يعني. شنو سر تدريس الرياضيات ما شاء الله عليك؟ مدرس رياضيات. اي مدرس رياضيات وعلوم. طبعا خرج كليه البحرين للمعلمين. نعم. ادرس علوم رياضيات الحين 7 سنوات من التدريس. ما شاء الله عليك. تسوي حق الطلبه العاب خفه؟ طبعا لازم اسوي ولازم اسوي اللي هو دمج بين الافكار. أي الافكار التدريسيه واللي هو الافكار اللي هو الخدع البصريه. حلو. يمكن اخوي حسين في بعض الاشخاص يعني انا اعرفهم مثل اصدقائي يحاولون يسوون لي بورق البت يعني العاب خفه او خدعه لدرجه ان انا انصدم واخاف. انا ليش قلت لك اخاف ساعات؟ لان الاشخاص عاديين هم اللي يسوون الحركات هذه. باعتقادك شنو السبب؟ هل الممارسة لها دور ولا نوع اللعبة نفسها؟ ما أعرف يعني. يمكن أسلوب المقدم هو اللي يعتمد له دور. يعني ممكن نفس الخدعة أنا أقدمها لناس كبار بحيث أنه تشعرهم بالخوف يعني. وأقدمها لناس أطفال إنه بالعكس يفرحون فيها ويستانسون، تشوف البسمة على وجههم. فهذا الفرق إنه في أسلوب التقديم. إيش بتسوي لنا؟ إيش بتقدم لنا؟ طبعًا في ألعاب كثيرة يعني خلنا بسخن وياك على لعبة بسيطة. أوكي. إنزين طبعًا هذه الألعاب مو بقيمتها، دائمًا أقول للناس الألعاب مو بقيمتها بل بالأسلوب اللي تقدم فيه. يعني الحين هاي يمكن الكرتين سعرهم بعد ياهم قطعة ثالثة يمكن دينار أو أقل من دينار. أوكي. حياك مني. تقدر تخفير ربيان من عند الشيف؟ اوكي. زين اشر لي على واحده من الكرات. اشر لي على واحده. يلا هذه انا هذه الثانيه باخذها عندي. زين هاي الكره الثانيه عندي والكره دي عندك. افتح ايدك سكر عليها. انفخ نفس ما انفخ انا. انفخ. لا امبيك تنفخ بقوه اكبر. شوف الحين ايدي الكره اللي كانت عندي اختفت. افتح ايدك قدام الكاميرا. لا لا طبعا بعض الاشخاص دائما يقولون عيد مثلا الخدعه، فانا يعني امشي اياهم ساعات اقول لهم مو مستعد يعني بعيد لك الخدعه. عندي كره الحين ثالثه. زين واحده اثنتين ثلاث. الحين ابيك تلاحظ هل هذه الايد موجود فيها شيء؟ لا. زين حلو هذه الايد موجود فيها شيء؟ لا ما فيها شيء فاضيه صح؟ شو الحين؟ لا طلعتني برا طبعا تحولت الى مكعب. اوف هذه خدعه بسيطه مثلا تعتمد على اسلوب الاداء وخفته. زين الخدع هل هي خدع ستاندرد معروفه ولا ممكن واحد يبتكر منه من نفسه خدع؟ شوف هو في جاء اللي هو ساحر عالم اسمه ديفيد كوبرفيلد. وقبله هوديني. هوديني اسس بدايه اللي هو علم الخدع البصري يعني كان رائد. بعدين جاء هذا ديفيد كوبرفيلد وسوى كل هالاساسيات موجوده من اساس. أوكي. يعني مجرد احنا ناخذ الخدع الافكار ممكن ان نطور عليها نضيف عليها، ولكن كل الافكار اساسا موجوده سابقا. موجوده سابقا. زين ايش بنسوي بعد؟ ردت الناس شلون كانت اول شيء قبل لا نسوي؟ يعني انا ردت فعلي شفتوها على الهواء. الناس اللي في السوشيال ميديا شلون طبعا تفاعلهم كان تفاعل كبير. سويت كذا مسابقه في السوشيال ميديا يمكن 5 مرات اسوي مسابقه لالعاب الخفه. طبعا اول واحده كانت للاطفال والباقي كانوا للاطفال الكبار حتى. حلو. بلغ احد المسابقات اذكر مسابقه الساحر 64 مشارك في من كل الدول العربيه. يعني مو بس دول الخليج حتى من الدول العربيه موجوده. يعني انا في النهايه ترفيه ترى حق الشخص.
شو نسوي الحين؟ شو بتفاجئنا بعد؟ خلنا رايك خدعة ثانية. طبعا عندي هني 100 فلس زين، ام بيك تسوي اشارة على ال 100 فلس بحيث ان هذه ال 100 فلس ما تتزور، مو ممكن ان احد يزورها. طبعا هذا القلم، عندك قلمين، قلم اللي يعجبك تم بتستخدمه اثنينهم، سوي لي اشارة على له ال 100 فلس. اي تعال تعال. يلا استخدم القلمين. يا عادي. اوكي. حلو، الحين تراويهم ال 100 فلس وتتاكد ان القلم ما يمسح. على اي كاميرا؟ اي كاميرا اللي تعجبك. ايوه، حياك 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 حياك. اوكي؟ حرف البي وشخطه شي مره هلال مره شنو. زين حلو، وما يطير. ايوه ما يطير. الحين هذا ال 100 فلس صح؟ صح. زين باخذ الحين ال 100 فلس وبحطها في يدي، وعندي هني جايب معاي بوك. زين هذا بوك جايب لنا وياي، طالع جاي 1 2 3. طبعا ال 100 فلس ما عادت موجوده، طالع جاي. طبعا هذا البوك خلينا نشوف شو داخله. داخله بوك بعد اصغر منه. حلو. زين خلنا نفتح البوك الثاني. زين بعد داخل البوك ثالث أصغر منه. خلنا نفتح هذا البوك الحين ونشوف شنو داخله. بسم الله. وبعد طلع داخله قطعة قماش صغيرة. زين خلنا نفتح قطعة القماش الصغيرة. شيل المئة فلس، راوها الكاميرا ما مبين المسها. شيل المئة فلس. ما بوج. لا 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 لا، يعني 3 أبواق وقماش وحاله، فعشان لا تقول زورت. السالفه ما صدت شيء. زين شاركت في مهرجانات حسين؟ شاركت في فعاليات؟ ما شاء الله ما شاء الله، فعاليات ومهرجانات كثيره، اكثر من 200 يعني فقره اللي هو العاب خفه قدمت خلال هذه ال10 سنوات اللي طافت. لان بدات عام 2009 اول عرض ومستمر لحد الان الحمد لله. في نوعيه معينه من الالعاب تحس ان الناس تحب هذه يعني تحديدا؟ شوف انا احب جمهور الاطفال. لان لما اشوف البسمه على وجههم انا بعد اشعر بالسعاده. هذه الاطفال شنو يحبون؟ يحبون الالعاب اللي فيها حيوانات. يعني صح. عندهم شيء اساسي، حمامه، ارنب. طلع لنا حمامه الحين بعد. لا لا. زين فيحبون هذه الالعاب اللي يكون فيها اللي هو مخلوقات حيه، حيوانات وغيرها، فيشعرون بالمتعه طبعا. انا مستمتع. شو بتراوينا بعد؟ امينه قالت متفقه معك لعبتين، بس لا لعبتين ولا شيء، انا ابي اكثر. زين انا عندي كروت هني. زين ام بيك تشوفهم طبعا كروت عاديه. انا بعطيك كل الخيارات اليوم، يعني الخيارات متاحه على عكس يمكن لاعبين الخوف الثاني. زين الحين قول ستوب اي مكان وتقدر تغير ستوب هني. زين لو ازيد الخيار عندك. يلا عطنا شوي بعد. ستوب هني. زين لو ازيد. زين خلاص اكيد. زين. خذ الورقه، راوها الكاميرا ورجعها. غمض. اوكي تمام، ارجعها. رجعها. الحين ادور حد يغششني لو ما يحتاج. لا اكيد ما يحتاج. زين انا الحين بعيد لك الاوراق، برايك اياهم من جديد وانت تشوف الورقه هل تطلع او لا. اوكي؟ اوكي. يلا على راحه. لا طلعت الورقه؟ طبعا ما تطلع لان المساعد مالي اخذها خلاص. طبعا تشوف ايدي هل موجود فيها شيء؟ لا. انا بطلع بوكي. زين بفتح بوكي طبعا. هذه هي الورقه. طبعا ما خلصنا الخدعه، في لها تكمله. وين بعد؟ خليت. خلينا نرجع الى الورق. طبعا الحين ورقتك رجعناها. زين زين الاوراق طبيعيه نفس ما شفتهم. بحركه واحده انا اقدر اقلب كل الاوراق الى الورقه اللي انت اخترتها، ايش رايك؟ يعني بس حركه واحده الحين كل الورقه صار الورقه اللي انت اخترتها، ايش رايك؟ تبي نشوف؟ ها
تشوف ثمرنا الأرض. أوف، كل الورقة صارت نفس الورقة. تشتغل بيان مش سوا نعيد. ما عندي تعليق لأن قاعد تصدمني. إنزين حلو معاش عندي. أنت في أمل قاعد تمشي بالتدريج يعني؟ أنا دائماً إذا أروح اللي بيي تخليني أستغرب أكثر. لا هو شوف، أنا حتى إذا أروح عروض يعني خارجية شو أسوي؟ متعود على نظام المدرسة، لازم أسوي خطة. فأبدأ بهاي خدعة فأرتبهم بحيث إنه من خدعة إلى خدعة. إحنا إيش كثر وقت عندنا عشان أعرف إيش كثر نقدر؟ أنت تبين الطاولة؟ وقال لي جايب الطاولة عشاني، أنا ما أبي أروح الطاولة. يلا شندنا. في يوم من الأيام كان عندي درس حصة علوم، فكان عن دورات الحياة في المخلوقات الحية، فأنا دائما كل درس أحاول أن أربط لهم الدرس بلعبة خفة يعني. فهذه من اللي هو ألعاب الخفة اللي حلوة ربطها، كان عن دورة الحياة الغير كاملة. في دورة حياة كاملة وفي دورة حياة غير كاملة، فقلت لهم هذه هني بيضة عندي صغيرة زين. أوكي. من الجهتين بيضة نفس ما تلاحظ. بعد فترة زين هذه البيضة تحولت إلى شنو؟ إلى صرصور حلو صغيرون زين. أحيانًا بخليك تسوي نفس تعيد لي نفس الحركة اللي سويتها أنا. أمسك 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 لا تخاف، طالع لي هذا الصرصور. طبعًا هذا الصرصور صرصور خطير جدا. أقول لي بيصير صج بيطلع لي يعني. لا لا ما بيطلع صج إن شاء الله. هذا الصرصور طبعًا خطير جدا وبلون الأسود زين، وإذا لدغك يسوي لك مشكلة. أمسك. بعلمك شلون تسوي الخدعة. امسك. شو انا صراصير ما شديهم بحياتي، فانا خايف يصير شيء والله. لا ما بصير شيء. امسك زين. لا زين. انت ما تسمع صوته؟ لا انا اسوي لي شيء. تعال فرديان تعال تعال. ما عاد انت برا شيء. زين خلنا نكمل لك. الحين طبعا هذا الصرصور اللي تشوفه اللي لونه اسود تشوفه. تضحك ها؟ تضحك. طبعا هذا منهم الطلاب استانسوا ومنهم كانوا يعني ما نسوا. مين اللي بيستانس؟ لا نروح الطاولة جاك. نروح الطاولة. ما رايك اول خدعة تعلمتها في حياتي؟ يلا. طبعا هذا باسلوب بسويها باسلوب اللي علمني. طبعا هذه اول خدعه تعلمتها في حياتي. سوى بروحك انا الحين مالي. لا لا هذه كلش حلوه. عندي ثلاث كرات حياك بخليك تشاركني. لا لا موجود انا هني. زين ثلاث كرات وعندي ثلاث اكواب، واحد اثنين ثلاثه. بخلي الكره الوسطيه على الكوب الوسطي زين، بسكر عليه طقه واحده تنزل كره. الحين منعيد وبعدين منطور اللعبه. عندي الحين كره هني في النص، واحد اثنين ثلاثة. الكرة الثانية على الكوب الوسطي بنسكر عليها صفقتين صاروا كان كرتين. الحين المشاهدين يقولون لا يمكن ممكن في فتحة في الكؤوس أو شيء، فاحنا منطور اللعبة وطورها هيك زين. الحين عندي هذه أول لعبة تعلمتها. هذه أول لعبة تعلمتها. عندي كوب واحد كوب اثنين كوب ثلاثة. خذ الكرة الإسفنجية حطها على أي كوب يعجبك، مو شرط في الوسطي على اللي يريحك. خلاص ما بتغير. باخذ اللي هو الكوب بغطيه زين. طالع الحين الكره بتمشي بتمشي بتمشي. اوه هاي بدايتك مع هذه. ها بدايتي. ما شاء الله عليك. نروح هناك. نروح لو نسوي بعد اخر خدعه قبل. انا الحين قلبي يدق والله العظيم. اخر خدعه قبل هناك. يلا. طبعا هاي خدعه للمشاهدين. عندي طبعا انبوب زين فاضي، وعندي هني كاس زين. طبعا باخذ الكاس بحطه اللي هو داخل زين، بشيله من جديد. طالع عندي هني حليب، بس انا شايل ستيكر عشان لا يصير دعايه. اوكي زين. بصب الحليب. لا تدري ما مصبه، مصبه داخل هني زين. زين بعد ما صبيناه عشان ناكد للجمهور بناخذ الخلق بنحط طبعا هي طلب الاستاذه فاطمه اللعبه. بنمرر الخلق ما في اي شيء. الحين بناخذ الكوب زين ويرجع الحليب الى الكاس. هاي خدعه طبعا بسيطه للمشاهدين. ماري يعني قط
شيء سويت مثلاً كنت في إيفنت ولا كنت في مكان وصارت غلطة قدام الجمهور؟ إيه هذا الشيء مهم ودائماً أنبه في أي واحد يحب يدخل هذا المجال. شوف النفسية ودائماً تخلي نفسيتك مستعدة لأي خطأ. كل عرض ممكن تدشه ممكن يحصل فيه خطأ. إحنا نقول شلون ترجعها بالمصطلح العام، شلون تدارك الأمر يعني. فهذا شيء مهم يعني ممكن الحين انا اخطا اما لو قدام كاميرا مباشره بس صار شلون انت بعدين تتصرف وتعرف شلون تتصرف ان ترى الجمهور هم ما يعرفون ايش بتسوي انت اصلا صح. فانت لازم تتدارك بحيث ان تواصل المشوار بدون ما تحسسهم ان انت وش بتسوي كنت. حياك الله يحييك. تفضل. الله يحييك. بس امسك القماش. حياك. امسك هذا الطرف سوي نفس اللي اسويه طبعا. زين امسك تعال قرب 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 ايوه الحين ابغيك تاخذ نفس اي بس ابغي نفس اعمق شوي زين حلو يلا الحين نزل شوي الخلق ايوه الحين من جديد ابغيك تاخذ نفس عميق بس الحين ترك الطاوله ترك الطاوله طبعا هاي الطاوله كلها تحاول تهرب مني بس انا اصيلها تعالي امسكها 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 وياي امسكها 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 نزلها انزلي 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 طبعا هاي من الخدع المسرحيه طبعا هاي انواع بعضهم خدع مسرحيه بعضهم خدع على قولتنا تيبل ماجيك يعني حق الطاوله يختلفون باختلاف النوع يعني حلو يعني انا ما ودي صراحه هذه الفقره تخلص استمتعت وياك حسين شجار بس الله يخليك يعني يمكن اول مره احد يخراني على الهواء يعني استمتعت وياك ما شاء الله عليك الله يوفقك ان شاء الله اتمنى لك ان شاء الله كل التوفيق يعطيك العافيه والله ما الله يعافيكم حتى الحين في بالي الزاوي راح نطلع فاصل سريع راجعين مع باقي فقراتنا خليكم ويانا مشاهدينا مثل ما عودناكم في شمس البحرين كل اسبوع نستضيف مشروع جديد وكل مشروع ما شاء الله يختلف عن الثاني سواء كان مشروع كوفي مشروع حلويات اكلات خفيفه حلو مالح مشروبات كل هذه المشاريع يتميزون فيها اليوم شباب البحرين اليوم معانا مشروع نوشا جان وصاحبته تسنيم العريبي اليوم معانا عشان تخبرنا اكثر عنه صباح الخير صباح حياك الله في شمس البحرين صباح النور حياك الله يعني انا ما احب وايد السويت بس انا نقطه ضعفي اليم مثل هناك التشيز كيك وانا قاعد اشوف ان التشيز كيك هو صح لا 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 اوكي بتكلم عنها شكله تشيز كيك اول شيء خلينا نتكلم عن اسم المشروع شنو يعني وشلون طلع وياك أي. اسم المشروع طبعا بدايه كل مشروع صاحب المشروع يواجه بعض الصعوبات بعض الصعوبات تكون يعني في البدايه لما يتردد في اسم المشروع يحتاج شيء مميز شيء غير مألوف الاسم وايد صعب يعني شيء مو متداول بين الناس خصوصا حتى في تسجيله او في حسابات الانستغرام تكون دائما متكرره بالضبط. فكنت ابحث عن شيء مميز يكون يعني يذكرون الناس فجاء الاسم اللي يعني معناته يعني معنات نوشا جان يعني بالعافيه بالعافيه إذا شو تقدمين في هذه المشروع هل تتكلم اكثر حلويات بس ولا حلو مالح انواع الحلويات في عندنا مختلف انواع الاطباق يعني حاليا تركيزنا الاكثر على الحلويات سابقا كان في اطباق رئيسيه بس حاليا وقفناها بديتي بالحلويات اصلا انت اي حلويات وبعدين الاطباق الرئيسيه وان شاء الله يعني في المستقبل مفكرين احنا نرجع الاطباق الرئيسيه واكيد نستمر في اصناف جديده من الحلويات متى حسيتي انا خلاص اليوم يعني لازم افتح مشروع هل مريتي بظرف معين هل مثلا كنتي في البيت ما عندك شيء يعني كل واحد انتي ساعات افكار في وقت هو يمكن يكون يمكن في شيء متى حسيتي ان انا ابي اسوي لي مشروع هو اول شيء الفكره ما كانت من عندي اصلا يعني انا كان عندي حب الطبخ من يوم كنت صغيره من ابتدائي كان أوكي. عندي حب لهاي الشيء المرحله الاعداديه المرحله الثانويه بدت مرحله التجارب يعني كنت اجرب اطبخ وشيء فكانوا الاهل دائما يشجعوني يعني لما وصلت الى مرحله جامعيه بدايه السنوات الجامعيه كان تو يبدا توجه الانستغرام انه الناس بدي في مشاريع فكانوا الاهل واجد يشجعوني الاهل والمقربين لما سووا فيني حب الطبخ لما سووا فيني شيء مميز ممكن اقدمه فكانوا يشجعوني حلو. اكيد بيصير عندي تردد وخوف من الفشل عند يعني اي واحد ممكن يصيده هاي الشيء ف
بس عند مرحلة معينة خذيت القرار إن لا ابدأي جربي. أوكي. فبديت والحمد لله حصلت قبول من الناس، حصلت تجاوب، حبوا الأطباق، توسعنا أكثر، الحمد لله اللي وصلنا لليوم. الحمد لله. بديتي على طول إنستغرام؟ أي. أوكي. الأهل طبعاً استفادوا وايد خصوصاً وقت التجارب وكانوا يأكلون ويطوقون. خلينا نتكلم عن الدعم اللي حصلتيه. هل أنت بروحش في المشروع؟ يعني إدارة مشروع حتى لو كان سهل يمكن صعب على الواحد إنه هو ينسق بين الطلبات، الأوردرات، سواء توصيل إذا عندك أو ما عندك، كل هذه الأمور بروحك تديرينها ولا؟ صحيح، موضوع جدا صعب يعني، خصوصا لما اول بداياتي كانت مثل ما قلت لك في المرحله الجامعيه، فكان صعب اني اوفق بين المرحله بين الدراسه الجامعيه وبين الطلبات. خصوصا انا الوحيده اللي اشتغل، يعني انا الشخص اللي يشتغل على الاوردرات، انا الشخص اللي يجهزها، انا الشخص اللي اشتغل على تصميم الباكيجينج هذا، انا الشخص اللي يصمم البوستات اللي ينزلها، فالشغل معتمد علي بالدرجه الاكبر. فكان الشيء صعب، بس الحمد لله اللي يحب الشيء عنده الشغف، عنده البادرة وعنده الحب يعني يتحمل ويواصل إن شاء الله. أنت متفرغة للمشروع. أي. بس هذا يمكن الشيء وايد وايد راح يساعدك ويهون عليك. خلينا نتكلم أكثر عن الأطباق اللي اليوم اخترتيها لنا من ضمن الأطباق اللي تقدمينها الحلويات. عندنا هاي الأنواع من يعني الأفضل مبيعا، عندنا الزباين يحبونهم يفضلونهم. في عندنا بسبوسة البقلاوة بالفستق. يمكن شكلها يوحلك إنها تشيز كيك، بس شكلها يمكن يخدعك شوي. أوكي. في عندنا هاي ترايفل التمر. جو مثل ما تقول رمضاني، بس بعد في عندنا زباين يحبون يأكلونه حتى في الأيام العادية. أوكي. في عندنا بعد ترايفل المانجو، هذا اللي واجد يحبونه وعلى طول يطلبونه ما يوقف. يمكن هذين الطبقين يعني اخذتي فيهم النكهه العربيه، هل النكهه العربيه موجوده تحرصين عليها في كل اطباقك ولا صارت شذيات معك بالصدفه؟ لا اكيد احب في نكهات احب اركز عليها، مثل عندنا زعفران، ماي الورد، الفستق، هاي الامور احب ابرزها بطريقه جميله. وبشكل عام يعني في السويتات احب ان ادمج نكهات لما الشخص يجربها تترك عنده طعم ما ينسى، ممكن يرجع له مرة بعد مرة، مو مرة واحدة يجربها وانتهى الموضوع. دائما أحس الناس لما تحب شيء تحب، إذا حبته من أول مرة راح تحب كل مرة تأخذ بنفس الطعم. يعني في بعض المشاريع أو حتى المطاعم العود يعني تقديم عندهم أكلة تروحين مرة ثانية تحسين لا قبل كانت أحلى قبل. فأتوقع هذه بروحها صعب بعد. صحيح. أن أنت المقادير بالضبط نفس الشيء. هل كل شيء انت تسوينها من الصفر؟ يعني هذه مثلا الطبقه اللي فوق هل انت تسوينها ولا لا في اشياء ممكن تتعاونين مع محلات تاخذينها جاهزه مجرد تضيفينها على اطباقك؟ لا كل شيء من الصفر، وهذا اللي يميز المشروع. يعني حتى هاي الطبقه دي البقلاوه اللي فوق من الصفر. ما شاء الله عليك. شاركتي في ايفنتات تصنيف من قبل ولا معتمده بس على الانستغرام؟ الايفنتات اكيد تعتبر فرصه حلوه ان الانسان او صاحب المشروع يشارك الناس اطباقه ويلتقي بهم، بس للاسف ما حصلت لي قبل، بس ان شاء الله الايام الجايه تكون في فرصه اشارك فيها. تقريبا من سنه كم بديتي فعليا؟ سنه 2013. 2013. من 2013 لليوم اكيد صارت عندك خبره في تجهيز الحلويات. اليوم اذا في مثلا حفل ايفنت تطلبه كميه كبيره مستعده توفرين لهم ولا حاليا على حسب الطلبات وتكون بسيطة؟ لا أكيد، لأن صار هالشيء أوردي قبل. صح. يعني صار في جهات تطلب كميات كبيرة، بس أكيد أن أحتاج يكون طلب مسبق قبل كم يوم عشان يمدينا نجهز الطلبات وتكون بالمستوى المطلوب. أكيد إحنا أتوقع راح نشوف مع بعض أكاونتك إنستغرام، اللي حاب يتواصل وياك نقول أكاونتك حق المشاهدين عشان يعرفونه. نشجان نفسه. نشجان. وبالنسبة حق الطلب ممكن نفس اليوم ولا تفضلين يوم قبل يومين قبل؟ أفضل يوم أو يومين قبل عشان يمديني يعني أجهزهم. اليوم من بعد هذه التجربة شو تقولين حق أصحاب المشاريع الصغيرة أو اللي يفكرون يفتحون مشروع؟ هذه سؤال دائما أكرره حق أصحاب المشاريع، لأن الواحد لما يمر بتجربة يمكن يقول شيء بسيط بس يأخذها الطرف الثاني ويستفيد منها. أكيد. فشو تقولين اليوم حق الشباب؟ كل شاب أو شابة عندهم طموح، عندهم شغف بشيء معين، مهما كان المجال، مهما كان الشيء اللي يحبونه، لا يبقى داخلهم، لازم يطلعونه، لازم يرونه للناس، لأن الناس راح تقدر هاي الشيء وراح ينجحون نجاح، خصوصا إذا كانوا يحبونه، إذا كانوا متميزين فيه، إذا طلعوا هاي الإبداع للناس، الناس بالمقابل راح تحبهم وتتقبلهم. أكيد. فإذا أي أحد عنده إبداع لا يخاف، لازم يجرب. أكيد هي الخطوة الأولى، هي البداية، يمكن هي صدق صعبة، بس من الواحد يحط ريله إن شاء الله خلاص الله يوافقه. صحيح. والله يوافقك تسنيم العريبي صاحبة مشروع نشجان، سعدنا بتواجدك ويانا اليوم. مشكور. الله يوافقك إن شاء الله. أنا بنتقل المطبخ الحين.
حق الشيف ونشوف الشكل النهائي حق طبق التاكوز. أين وصلنا يا شيف؟ احنا كل شيء جاهز. كل شيء جاهز. استوى الربيان. هي استوى وعديته كذا مرة اليوم. أه؟ عديته عديته كذا. عادة يقدم كذي، ما يحتاج نسخنه أو نحط نفس ما هو. نفس ما هو. تمام. أنا الحين متأثر من فقرة الألعاب الخفيفة. أي هو كل شيء بيعمله وأنا برجع بعد الروبيان. شو الصوص موجودين كل شيء موجود. أي كل شيء موجود. فن فن. أي والله. كل واحد بيبدع في مجاله. أي والله. استعملوا الحمام واستعملوا كذا. أوف. يعني تعطيني حمام يجيب لي ذبح. خلاص بتطبق على طول. قط مرة جربت شيف أو صار إن طبخت طبخات غريبة أو مخلوقات غريبة؟ يعني أنا مستحيل أكل غير السمك والدياي واللحم والربيان. يعني تقولي مثلاً بط، حمام، غزال، هاي ما حمام ما قد جربت وما أفضل إن أجرب. بس قط مرة جربت شيء غريب سويته. جربت تكون أنا أشتغل مع شيفس يعني عشان تتعلم لازم تجرب. صح. عشان تفهم النكهة لازم تجرب. جربت الضفدع. والله يقولون لذيذ بس ما أقدر. لا هو وأنت بتاكل لأنه يعني شيف يكون فارض عليك، مو فارض عشان تفرض نفسك كمان. صح. أوكي. فتكون مغمض عيونك وريدي وما عندك ولا إحساس. واحد حس بالطعم. بس أبي تبلع خلاص. فلازم التجربة تجرب عشان تعرف ال كإحنا كشيفس لازم لازم نرجع نحط عليها صوص. السلام. ونشرح. سوي واحدة ثانية. ما في غدا مستحيل. جات اشيل لك واحده. طبعا هذا ستاندرد منه يعني لازم يكون يعني ما تغير وصفات ما تغير نفسه بالضبط. يعني نفس المحل لازم تاكل من حتى من ديفرنت ستاف نفس الاكل مو لازم تتغير. شو يقدم بليتد شيف؟ شنو نوع الاكل الموجود فيه؟ عن البرجر، سلايدرز، اوكي، تشيكن كورن فليكس، اوكي، تاكو بدل البقسماط يعني كورن فليكس. اوكي لا بيست سيل. والله محبوب صح. بس حالات يكون كرانشي كرانشي يعني. لا 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 كرانشي في حدود المعقول كرانشي. اوكي. بس موكلي يضر الاسنان. الريزوتو سوينا ستريت كمان لأنه الريزوتو تعرف طبق إيطالي. صح. سوينا ستريت ريزوتو بومبس. أوكي. تشيزي تشيكن مشروم. واو. لا ضروري نيكم. عنا سلايد حييك لازم. الله يحييك. نعمل شوية ديكوريشن. ستيكي براونز موجودة. كمان. ستيكي براونز محبوبة كمان. وعنا المشروب الآيس تي بيتش. آيس تي بيتش. أيوة. أمينة شنو جربت اليوم؟ أنت سوي لك برنامج طابخ، إيش رأيك؟ حافظة المطاعم كلها. ما شاء الله عليك. السلام. كيف كان أسبوعك معنا شيف؟ والله تشرفت كثير بالدعوة. أشكركم أنتم وأشكر فريق الأعداد وجنود الخفية الموجودين. الله يسلمك. وإن شاء الله قدمنا لكم أكلات متنوعة من ديفرنت كوجين. إن شاء الله نلتقي معك أكيد إن شاء الله. وإن شاء الله تزورونا في أنغام بيروت وفي فينتج وفي بليتد وموجودين حتى في الفستيفال. أي فستيفال موجودين. ونقدم يعني حتى أكلات مختلفة على ال ده الإيفنت. يعني دخلنا اللبناني على المكسيكان وعملنا فيوجن و
حلو دي الخبر. اي لا لا موجود يعني شيء يعجبك ان شاء الله. ان شاء الله يزورونا وان شاء الله ما قصرنا معاكم. لا والله بالعكس قاعدين انتفعوا بالوصفات اكيد. انا على فكره امس عملت الدجاج اللي سويته ذاك اليوم اللي لفيته بالنايلون حطيت جوا ما حصلت كريم تشيز حطيت فتة تشيز موزاريلا وخدت شوية البيستو الأحمر اللي على طماط حطيته شوية بس مشكلتي كانت في طريقة اللف الضرب ما يعني الدجاجة ما صارت بقطعة مرتبة ما يضربها اي يعني تمشي معه شوي فاهم الايد حركة فيه لازم تعلمني مو ضرب سيمادك شيف ما قصرت شكرا جزيلا حياك الله. احنا وصلنا لنهايه حلقه اليوم ان شاء الله نشوفكم في الحلقات الجايه من شمس البحرين. عين بناكل.